كل ابن بيسمعنا يعرف ان لو شفت ست وهي حامل وباين عليها الحمل، اعرف ان الاب بيبقى حامل زيها في دماغه، حامل همك وايه اللي ممكن هيعمله معاك، حامل دراستك وايه المدرسه اللي يوفرها لك، حامل تربيتك والمفروض يسعى لانه يتعلمها، حامل ان هو ازاي يعالج الاخطاء اللي مر فيها في حياته معاك. اذا زي ما الام بتكون حامل فيك في بطنها، هو حامل فيك في عقله، هو حامل همك جواه، هو ماشي بالحمل ده علشان عايزك أحسن منه ونفسه إنك فعلاً تطلع أحسن منه. ده التصنيف ودي الزرعة، إنك على قد ما هتديله على قد ما هتاخد منه، هتحط في نفسية ابنك هيطلع منها ده.